بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشدائد والنوازل والمصائب، فقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن الله تبارك وتعالى قدر عليهم الأعمال وكتبها عليهم قبل أن يخلقهم، وأعلمهم أن حال المؤمن في قربه من الله عز وجل أمره له خير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي رواية في غير مسلم قال: وليس ذاك إلا للمؤمن، وليس ذاك إلا للمؤمن. فالمؤمن يعلم أن هذه الدنيا دار متاع، هذه الدنيا دار متاع ومتاعها قليل، وأن الآخرة هي الحيوان، الحياة الحقيقية، وهي خير وأبقى لو كانوا يعلمون. فالله عز وجل يصطفي المؤمن ويبتليه ويرفع قدره ببعض الشدائد والمصائب. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم عقب بعدها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا لما سئل من حديث عبد الله بن مسعود، سأله رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. يبتلى المرء على قدر دينه، أو يبتلى العبد، وفي رواية يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، وإن كان فيه رخاوة ولين فإنه يخفف عليه من الابتلاء. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يمشي الرجل بين الناس ولا خطيئة عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نرى كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكم أصابته من شدة، وكم نزل به من أمر كان أمر جلل، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم يصبر ويتحمل في الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم بأن الله عز وجل جعل ذلك سنة للأنبياء. قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أوذي نوح عليه السلام، فصبر في قومه على دعوته لله تبارك وتعالى 1050 عاما، وصبر إبراهيم عليه السلام حتى ألقي في النيران، وصبر أنبياء الله والمرسلون وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فها هو يمتحن، وها هو يصنع على عين الله تبارك وتعالى، فيولد يتيما لا أب له، ثم تموت أمه ويفقدها، ثم ينتقل من كفيل إلى كفيل، وكلما تعلق قلبه بمن يحب ابتلاه الله عز وجل بفقده، حتى شب النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه وإذا به صلوات الله وسلامه عليه تتكالب عليه المصائب والشدائد، حتى في يوم فرحه ويوم سعادته في يوم بدر، يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وعلت راية الإسلام وانتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم منصورا مؤزرا بنصر الله عز وجل له، فإذا به يدخل إلى المدينة حاملا الراية، فيبتلى صلوات الله وسلامه عليه بفقد ابنته رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حال مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، رآه يوعك، أي أصابته الحمى، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال: نعم. وفي رواية عند البخاري قال: فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، أي يصيبه من الشدة والحمى كما يصاب الرجلان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود: وذلك للأجر، أن لك أجرين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمة ما رزئت برزيئة وبمصيبة بمثل مصابها بفقد النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصيب أحدهم بمصاب يعزونه فيقولون: اذكر مصابك هذا
بمصاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نصبر عند الشدائد ونتحمل في ذات الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السائب لما دخل عليها يعودها وكانت قد نزلت بها الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا أم السائب، أو يا أم المسيب، تزفزفين أي ترتعدين؟ فقالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب أو يا أم المسيب، لا تسب الحمى، فإنها تحط من خطايا بني آدم كما يحط أو كما تحط الشجرة من ورقها، وفي رواية: فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. هكذا هو حال المؤمن في سعيه إلى الله تبارك وتعالى في المصائب والشدائد. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة عند قبر لها فوجدها تبكي، فقال لها: يا امرأة، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصابي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعلمت بعد ذلك أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت تعلم أنه هو صلوات الله وسلامه عليه. فأتته فلم تجد على بابه بوابا، فدخلت عليه كأنها تعتذر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فينبغي على المؤمن إذا نزل به مصاب أو حلت به نازلة أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن هذا الأمر هو مقدر عليه قبل أن يخلقه الله، فيوكل الأمر لله ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ليحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، بل جعل الله عز وجل جزاء الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس صبرا ومن أكثرهم تعليما لأصحابه رضي الله عنهم أن يصبروا على بلواهم، ثم بعد ذلك أن يحتسب أمره هذا لله، وأن يرضى بما قسمه الله عز وجل له، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل به بلاء يطيقه وأمرا نفسه تقدر عليه، ودفع عنه من البلاء ما الله به عليم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.